إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الثالثة من كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي بداية من صفحة 112، وجايب لي هنا أسئلة خاصة بالاختيارات. شوز ذا كوركت أنسر، اختر الإجابة الصحيحة. السؤال رقم واحد في الاختيارات، وي نوت ليف إن ا سمول فيليج، عايز يقول يعني إحنا اعتدنا إن إحنا نعيش في ا سمول فيليج، يعني في قرية صغيرة. before قبل moving to the city، قبل الانتقال وقبل ان نعزل الى الايه، الى المدينة. الدرس بتاعنا اصلا عادي اللانجوج على الجزء الخاص باللغويات للدرسين الثالث والرابع، وده لو انا عايز اقول مثلا اعتاد ان في الماضي، يعني حاجة كان متعود يعملها في الماضي لكن دلوقتي خلاص ما عادش بيعملها، بجيب مثلا الفاعل، اي فاعل عندي، وبعدها بجيب used to، بعد used to بجيب الانفينيتيف الفعل في المصدر. يبقى اي فعل بعدها used to بعدها الفعل في المصدر، بمعنى اعتاد ان في الماضي. طب لو عايز اقول لم يعتاد ان، بجيب الفعل وبعد كده didn't وبعد كده used to، بشيل الدي used to والمصدر. شوف كده بيقول احنا اعتدنا نعيش في قرية صغيرة قبل ما نعزل للمدينة. عايزين نقول اعتاد ان في الماضي، يبقى يوز تو والمصدر. طيب هو جايب لي المصدر، يبقى انا هختار هنا يوز تو. هنا يوز تو ما ينفعش، لازم الكلام ده لو قبلها didn't. يوز فقط من غير تو ما ينفعش، يوز لوحدها كده ما تنفعش. رقم اتنين بيقول لي هنا رحمة's mother مامت رحمة didn't not work in hospital، عايز يقول لم تعتاد ان تعمل في المستشفى. work يعني يعمل، كده جيب لي الفعل في المصدر. بعد didn't بيجي لي use to والمصدر، use لوحدها ما ينفعش، used to ما ينفعش، used بعد didn't، didn't بيجي بعدها مصدر، يعني use نفسها لازم تكون والمصدر، لازم تكون مصدر. يبقى used ما ينفعش، used to و used ما ينفعش، يبقى هختار didn't use to. يعني ايه؟ يعني مامة رحمة لم تعتاد ان تعمل في المستشفى، يبقى didn't use to. يبقى في حالة الايه؟ الاثبات مع اي فاعل used to والمصدر، وفي حالة النفي اي فاعل عندي وبعدها didn't، بعد didn't use في المصدر use to زائد الايه؟ زائد الانفينيتيف زائد المصدر بتاع الفعل. دي في حالة الايه؟ في حالة النفي، دي في حالة النفي، الفاعل بعدها didn't use to والمصدر. رقم 3 she used to، هي اعتادت ان مؤت فات، اعتادت ان هي تكون فات يعني سمينة، يعني هي في الاول كانت سمينة لكن دلوقتي لا بطنها، ولكن الان she is thin، هي thin يعني رفيعة او نحيفة، دلوقتي هي نحيفة. يبقى بعد used to لابد ان يأتي الفعل في المصدر، was الفاعل هنا او الفعل هنا بيجيلي في الماضي او جايلي في الماضي مش في المصدر، مع الفعل المفرد. is برضو هنا جايلي مع الفعل المفرد لكن في المضارع، being الفعل بتاعي مضاف اليه ing، لكن عايزة be يعني يكون. يبقى she used to be، هي اعتادت ان هي تكون فات سمينة لكن دلوقتي she is thin، هي نحيفة. رقم 4 بيقول لي هنا رقم 4 where not your sisters used to go on holiday during the summer، عايز يقول اين اخواتك البنات اعتادوا ان هم يذهبوا لقضاء الاجازة اثناء او خلال، during اثناء او خلال الصيف، يعني متعودين يذهبوا لقضاء الاجازة فين؟ في الصيف. يبقى عندي هنا your sisters اللي هم الايه؟ الاخوات البنات، ده الفاعل، ويوزد تو والمصدر، يبقى جاب لي كلمه الاستفهام وبعد كده يور سيستر، ادي الفاعل، يبقى ده رقم 3. يبقى انا كده بس ناقصني هنا هكتب الفعل المساعد وبعد كده يوزد تو، دي رقم 4 والفعل في المصدر، كده رقم 5. ده ترتيب السؤال لو عايز اسال مثلا اين اعتاد ان لشيء معين. يبقى عندي هنا داز بتكلمنا في المفرد او مع فعل مفرد، لكن your sisters الاخوات جمع فما ينفعش does، was مع المفرد، is مع المفرد، يبقى does was is التلاتة عايزين فعل مفرد، وانا عندي your sisters الفعل اللي عندي هنا جمع، يبقى انا هختار مين؟ طبعا تكوين السؤال عايز اقول اين اعتاد ان يذهبوا لقضاء الاجازة، يبقى كلمة where اللي هي كلمة الاستفهام بعدها did والفاعل ويستو والمصدر، كلمة الاستفهام رقم 1، رقم 2 did وبعد كده الفاعل your sister وبعد كده يستو والمصدر. عندنا السؤال رقم 5 بيقول my grandparents
اللي هما يعني يقصد هنا my grandparents اللي هما أجدادي didn't used to use mobile، لم يعتادوا إن هما يستخدموا mobile phones الهواتف المحمولة. But now، لكن الآن they إيه؟ هما لم يعتادوا إن هما يستخدموا الهواتف المحمولة، لكن دلوقتي now اللي بالي بقى إيه؟ للمضارع now إيه بقى؟ do بيفعلوا ولا don't يعني ما بيعملوش كده ولا did ده كده did في الماضي و didn't في الماضي، يبقى did و didn't خلاص مستبعدين لان بيقول لي now الان. يبقى انا هنا هختار ايه؟ هما ما كانوش بيستخدموا الهواتف المحمولة لكن دلوقتي بيستخدموها، يبقى but they او but now they do، دلوقتي هما بيستخدموا هذه الهواتف المحمولة. رقم 6، السؤال رقم 6 بيقول what did you use to not at primary school، يعني ماذا اعتدت ان تتعلم في المدرسة الابتدائية، في المرحلة الابتدائية، وانت في المرحلة الابتدائية كده اعتدت ان انت تتعلم ايه؟ يبقى what did you use to، بعد used to لابد ان يأتي الفعل في المصدر، الفعل في المصدر learned، الفعل في الماضي learns، الفعل مضاف له الاس learning، الفعل مضاف له ing يبقى learn، learn يعني يتعلم كده، انا جبت بعد used to الفعل في المصدر. رقم 7 grandfather يعني الجدة نقط to drive a car، عايز يقول يعني هنا الجدة لم يعتاد ان هو يسوق السيارة when he was young لما كان صغير، uses to ما ينفعش uses to، ولا wasn't used ولا didn't، احنا قلنا عايز اقول لم يعتاد ان بdidn't use to المصدر، يبقى didn't use وهو جايب لي to المصدر، didn't use to المصدر دي بمعنى او الجملة دي بمعنى لم يعتاد ان في الماضي، لان جايب لي هنا when he was young لما كان صغير، طبعا دي مضارع ودي verb في ing، طبعا يبقى انا عايز الصيغة بتاعتي كاملة مع اي فاعل didn't use to والمصدر معنى لم يعتاد ان في الماضي، حاجة ما كانش متعود يعملها في الماضي. رقم 8 where did your father not، اين your father ايه، اين your father اين باباك اعتاد ان يعيش، يبقى دي رقم 1 كلمة الاستفهام، رقم 2 الفعل المساعد did، رقم 3 ادي الفاعل بعدها يا اما الفعل في المصدر يا اما مع did use to المصدر، يبقى use to live اعتاد ان يعيش، live ده كده في الماضي، did ما بيجيش معاه فعل في الماضي بيجي معاه فعل في المصدر، living ما بيجيش معاه فعل ing، use to live برضو did ما بيجيش معاها used to بيجي معاها use في المصدر، use to والمصدر، يبقى did used to live يعني where did your father اين باباك used to live اعتاد ان يعيش. بعد كده رقم 9 بيقول لي they not have a lot of money، عايز يقول هنا هما يعني فلوس كتيرة، يكون معهم فلوس كتيرة but now لكن الان they are poor، دلوقتي هما فقراء، يبقى هما كانوا متعودين او اعتادوا ان يمتلكوا او يكون عندهم a lot of money كتير من النقود but now لكن الان they are poor، دلوقتي هما are poor يعني بيكونوا ايه، بيكونوا فقراء، يبقى they ايه، عايزين نقول اعتاد ان في الماضي، يبقى they ايه، they used to والمصدر، يبقى used لوحدها ما ينفعش من غير to لازم to والمصدر، didn't used to عايزين نقول هنا ايه المعنى، ينفع ان انا اقول they didn't used to have ما تعودوش ان يكون معهم فلوس في الماضي لكن دلوقتي هم فقراء، لا هم كانوا متعودين، طالما بط بتجيب التناقض، هم كانوا متعودين يكون معهم نقود في الماضي لكن دلوقتي are poor بيكونوا فقراء، didn't use عايزة بعدها ايه؟ عايزة بعدها لازم to قبل المصدر، يبقى they didn't use to have لم يعتادوا ان يكون معهم فلوس، ولا used to اعتادوا ان، طبعا they used to have اعتادوا ان هم يكون معهم نقود لكن دلوقتي they are poor هم فقراء، لازم معنى الجملة يكون متناسق مع بعضه. بيقول لي هنا رقم 10 سالي نقط give money to charities، عايز يقول هنا سالي لم تعتاد ان تعطي النقود لتشارتز اللي هي الجمعيات او المؤسسات الخيرية، ما كانتش متعودة تدفع فلوس للجمعيات او المؤسسات الخيرية but now لكن الان she does دلوقتي هي بتفعل، هي فعلا بتتبرع دلوقتي بالفلوس للجمعيات الخيرية، يبقى هنا هنقول هنا لم تعتاد ان في الماضي didn't use to المصدر used to ما ينفعش، عايزين نقول اعتادت ان هي تدفع نقود لكن دلوقتي بتعمل، لا المعنى طالب تناقض، تناقض عندي هنا بط، يبقى لم تعتاد ان في الماضي ان هي تدفع فلوس لكن دلوقتي هي بتعمل كده، uses to ما ينفعش الكلام ده اصلا في الماضي.
doesn't use to برضو ما ينفعش. أنا عايز أقول لم يعتاد أن في الماضي didn't use to والمصدر. يبقى سالي didn't use to give money to charities. لم تعتاد أن تعطي النقود للجمعيات الخيرية، لكن دلوقتي she does هي بتدفع. بعد كده رقم 2 complete أكمل the sentences. complete the sentences كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word أو words بالكلمة أو الكلمات in brackets اللي بين الأقواس. رقم 1 في تصحيح الخطأ بيقول هنا I not to smoke when I was young. عايز يقول هنا أنا لم أعتاد، عايزها منفية جايب لي not. أنا لم أعتاد أن smoke يعني يدخن، لم أعتاد أن أدخن when I was young عندما كنت صغير، حاجة ما كنتش متعود عليها. لم أعتاد أن في الماضي يبقى didn't use to المصدر. طب هو جايب لي هنا to المصدر، يبقى أنا هكتب فقط إيه didn't use، هو جايب لي to والمصدر. رقم 2 there used to، هنا بيقول هنا أعتاد أن يوجد نقط a big tree، يعني أعتاد أن يوجد من المعتاد يعني أن هو يكون موجود a big tree شجرة كبيرة in our garden في الحديقة بتاعتنا. بعد used to لابد أن يأتي الفعل في المصدر. أنا عندي هنا الفعل في المصدر بحذف الـ ing وبرجع الفعل المصدر وبرجع الفعل الأصل وهو be. رقم 3 they didn't used to، هم لم يعتادوا أن نقط a big car، أن يكون عندهم سيارة كبيرة. بعد used to أنا عايز الفعل في المصدر، المصدر من had وهو have. رقم 4 poor children الأطفال اللي هم poor اللي هم الفقراء، الأطفال الفقراء not go to school، عايز يقول هنا اعتاد ان هم يروحوا المدرسة but now they do، عايز يقول يعني لم يعتاد ان هم يروحوا المدرسة اللي هم الفقراء، لكن دلوقتي they do هم بيفعلوا. طالما دلوقتي بيعملوا حاجة يبقى عكسها بقى، طالما هنا but يبقى في الأول ما كانوش بيعملوا كده. عايز أقول لم يعتاد أن يبقى didn't use to المصدر. طب هو جيب لي المصدر، يبقى أنا هكتب فقط didn't use to، didn't use to بمعنى لم يعتادوا أن في الماضي. رقم 5 my uncle used not the mid year holiday in أسوان، عمي اعتاد أن يقضي أجازة نصف العام في أسوان. عمي بعد كده used بعدها إيه؟ بعدها لازم بيجي له to المصدر، يبقى هجيب هنا to والمصدر من spent هو من الأفعال الغير منتظمة، هرجع الفعل الأصل والمصدر هو spend. spend يعني يقضي، to spend. رقم 6 what games ايه المباراة او اللعبة did you not to play with your friends اللي بتعتاد او معتاد ان انت تلعبها مع اصدقائك. انا عندي what games يعني ما اللعبة، دي كلمة الاستفهام اللي عندي. بعد كده did ادي الفعل المساعد. رقم 3 يو ادي الفعل. وبعد كده عايزين ايه مع ديت؟ عايزين يوز، ما ينفعش معاها يوز ده، بحذف الدي. يوز تو المصدر، طب هو اجيب له تو المصدر، يبقى انا فقط هكتب يوز في المصدر مع ديت. يوز بتجيلي في المصدر. جايب لي الصفحه اللي بعدها صفحه 113، يقول هنا speaking exercises تدريبات او تدريب كده على speaking على التحدث. وجايب لي هنا بيقول لي complete the following dialogue، أكمل الحوار التالي. وأول سطر ده بيكون مهم جدا، بيعرفني المحادثة بين مين ومين وبتتكلم عن إيه. بقرا المحادثة كلها بالكامل وأنا بحل كمان براعي زمن المحادثة. أول سطر بيقول هنا شريف is talking to إسلام. talking to يعني يتحدث إلى، شريف يتحدث إلى إسلام about his past habits عن العادات بتاعته في الماضي، العادات اللي كان متعود يعملها. هنا شريف بيقول له هاي اسلام، اهلا يا اسلام. what did you used to do before going to school، ايه اللي انت كنت معتاد تعمله او تقوم به قبل الذهاب للمدرسه. اسلام رد، فشريف بيقول له هنا what time did you used to have your breakfast، ايه الوقت اللي انت اعتدت تتناول فيه وجبه الافطار الخاصه بيك. معنى كده شريف قال له انا كنت معتاد ان انا افطر قبل ما اروح المدرسه. يبقى في البدايه خالص هيرد عليه التحيه هاي شريف، هاي شريف اهلا يا شريف. وبعد كده بقى هيكمل يقول له ايه I used to، انا اعتدت ان I used to، انا اعتدت ان بعد الفعل في المصدر have بمعنى اتناول، have my breakfast الافطار بتاعي، بدل يور هتبقى my
يبقى I used to have my breakfast. انا اعتدت ان انا اتناول my breakfast، وجبة الافطار الخاصة بيا. فبيقول له what time، ايه الوقت؟ ممكن مثلا يقول له الساعة 7، يبقى I used to have it، انا اعتدت ان انا اتناولها، يبقى I used to، انا اعتدت ان have it، ان اتناولها، اللي هي وجبة الايه؟ وجبة الافطار at 7 a.m. at 7 a.m. يعني في السابعة ايه؟ السابعة صباحا. شريف بيسأل اسلام، قال له yes I used to have it with my parents، نعم انا اعتدت ان انا اتناولها مع والدي. يبقى هنا السؤال، هل اعتدت ان انت تتناولها مع والديك؟ يبقى did والفاعل وبعد كده used to والمصدر، يبقى did you used to have did. طب انا جبت did ليه؟ لان بيقول used، يعني هنا بيتكلم في الماضي، did وبعد كده الفاعل I هيتحول في السؤال الى you، وبعد كده used to have، use to المصدر، use to have. did you use to have، هل انت اعتدت ان تتناول have it، ان تتناولها اللي هي وجبة يعني الافطار with، بدل my parents هتبقى your parents، with your parents، with your parents، هل اعتدت ان تتناولها مع والديك؟ رد عليه قال له نعم. فهنا شريف قال له how did you used to go to school، كيف اعتدت ان تذهب الى المدرسة؟ اسلام قال له حاجة وقال له bikes are healthy، الدراجات بتكون صحية. يبقى قال له ايه؟ انا اعتدت ان انا اذهب بالايه؟ بالدراجة. يبقى I used to المصدر، I used to go by I used to go by bike. I used to go by bike. I used to go by bike. انا اعتدت ان انا go يعني اذهب by bike بالدراجة. لان بيقولوا هنا bikes الدراجات are healthy، الدراجات اصلا صحية او بتكون صحية. شريف بيسأله اسلام قال له I go to school on foot now، انا بروح للمدرسة on foot يعني سيرا على الاقدام، ناو الان. نجي بقى نكون السؤال بتاعي، هيقول له هنا ايه؟ ازاي دلوقتي بقى بتروح المدرسه؟ كيف يعني هاو؟ وعندي هنا الجو الفعل في المصدر، يبقى الفعل مساعد دو، واي في الاجابه بتطلع لي كده في السؤال بتبقى يو، وبعد كده الفعل في المصدر جو، هاو دو يو جو، وبعد كده بقى ايه؟ تو سكول ناو، تو يعني ايه؟ how do you go to school now، يعني كيف تذهب الى المدرسة الان؟ قال له on foot سيرا على الاقدام.